بتوجيه من وزارة الإسكان والإعمار وتحت إشراف ومتابعة المحافظ السيد عبد القادر الدخيل، يتم تنفيذ مشروع الأبنية المدرسية والبالغ عددها 92 مدرسة، وهي تحتوي على 3 نماذج مع الصف 18 صف 24 صف. وهنا في حي الرفاق النموذج 24A، وهو يعتبر من النماذج المتميزة في هذا المشروع، وعدد الصفوف في هذه المدرسة 24 صف مع قاعة متعددة الأغراض وقاطع إداري خاص، وكذلك زودت بنظام حديث صوتي وكذلك نظام لمكافحة الحرائق مع كافة التجهيزات المتميزة للطلاب الأعزاء. حاليا بسبب الظروف الجوية القاسية، نعم هنالك نوعا ما معوقات، لكن المشروع ساري وهو قيد التنفيذ وبنسب إنجاز متميزة.